السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها الرجوع إلى الويندوز السابق الذي كان على حاسوبك. يعني إذا كنت على ويندوز 10 كما في حالتي، تستطيع الرجوع إلى ويندوز 7 أو 8 أو 8.1، أو حتى يعني XP إذا كنت يعني منصبه قبل أن تقوم بالتحديث إلى ويندوز 10 بدون فورمات. طبعا في حال قمت بالترقية مباشرة من أيقونة الويندوز التي تظهر في شريط المهام قبل إصدار ويندوز 10، ولكن إذا قمت بالترقية عن طريق الأداة أو عن طريق ملف أيزو فلن يظهر لك هذا الخيار. أنا قمت بتجربة الطريقة على حاسوبي المكتبي الآخر ونجحت معي 100%، ولكن على هذا الحاسوب لا يظهر لي الخيار لأنني قمت بالترقية عن طريق الأداة، ولكن بطريقة سهلة جدا فقط ومن طريق الإعدادات. ستذهب إلى قائمة ستارت وتختار سيتينجز أو الإعدادات. الآن ستذهب إلى الابديت والحمايه او الابديت اند سكيورتي وتذهب الى الريكفري، وهنا سيظهر لك خيار جيت او بيظهر لك باك تو ويندوز 7 اذا كان لديك ويندوز 7 او باك لويندوز 8، وتحته يعني كلمه جيت ستارت. بعد ذلك تتم اعاده تشغيل الحاسوب ويتم استعاده ويندوز 7. فقط ما عليك هو سوى الانتظار طبعا، ويتم يعني فتح الحاسوب باستخدام الويندوز الذي كنت عليه بحفظ جميع ملفاتك بحفظ جميع برامجك دون فقدان اي شيء. ونجحت معي الطريقه طبعا عن تجربه شخصيه، وقمت بتجربتها على حاسوب الاخر ونجحت معي 100%. شكرا على حسن متابعتكم، ورجاء ان اذا عجبتك هذه الحلقه لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب. لا تنسى كذلك الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزياره المدونه كذلك. نلتقي في حلقه قادمه، الى اللقاء.